راح أكملكم شرح السلايد الخامس من السيل أورجانلز الميتوكوندريا. هنا لازم نعرف إنه survival of eukaryotic cell depend on intact mitochondria. يقول لك بقاء الخلية الحية يعتمد على الميتوكوندريا السليمة أو الجيدة. يقول لك at time the death of the or the individual cell is important for the benefits of organism during development. يقول لك أما يعني يعني بعض الأوقات يكون موت الخلية له فوائد يعني benefit للأعضاء أو للعضيات أثناء التطور. Some cells يقول لك some cell must die to allow for proper tissue and organ formation. بعض الأعضاء لازم تموت على مود تتكون أعضاء وأنسجة بجودة كلش يعني يعني مثل ما نقول إحنا إنه تضحي بنفسها في سبيل تطلع أعضاء وأنسجة جيدة. لذلك ديف ها وهاي فهمنا أول شيء، فهمنا إنه الموت له فائدة للخلايا اللي هو موت الخلية له فائدة للأعضاء. ولك هنا death of abnormal cell إن موت مال خلايا غير اعتيادية such as viral infected cell أو cancer cell cancerous cell اللي هو موت الخلايا غير اعتيادية اللي المصاب بالفيروسات والمسرطنة هي حال مفيد لل is a good for of the organism وهم يعني كذلك مفيد للأعضاء أو للجسم أو للكائن هم كذلك. In all these cases, mitochondrial involvement is important to ensure cell survival when appropriate and also to facilitate program cell death when necessary. يقول لك الميتوكوندريا هم يعني يعني لا يعني اكو آلية يسويها على مود يعني آلية تحدث على مود ال program cell death or apoptosis stimulating cell عم دي يصير زين. هي هاي شلون يعني مثل apoptosis او هو احنا اللي حكيناه اخذنا نبدأ انه بالسلايد السلايد الاول انه هو مثل ما نعرف لازم يعني اكيد اكو شيء او سبب عم دي يصير ما يصير الحالة. فطلع اكو بروتين معين اسمه برو ابوبتوتيك بروتين. هذا شنو وظيفته برو ابوبتوتيك بروتين؟ يقول لك هذا يدخل بالميتوكوندريا غشاء الميتوكوندريا من خلال ثقوب. واكو بروتين معروف بالسايتوكروم سي كان ليف ذا انتر ميمبرين سبيس انه هذا البروتين اسمه سايتوكروم سي يخرج من الغشاء الداخلي of the mitochondria من خلال الثقوب ويدخل للسيتوسول. ومما يدخل للسيتوسول سيتوكروم سي in the cytosol simulate access biochemistry biochemical event resolute هسه فهمكم عليه انه شنو هو انه اكو بروتين عرفنا انه بروجرام سيل ديث يحدث بسبب بروتين اسمه ابوبتوتيك بروتين. اوكي تمام. يقول لك بروتين نو از سيتوكروم سي. هاي بروتين سي اسمه سيتوكروم سي يطلع من من الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. هاي يطلع من الغشاء الداخلي للميتوكوندريا من خلال الثقوب entering the cytosol يدخل لل cytosol أو cytochrome C in the cytosol. هو ما دام دخل هو ما دام طلع من الميتوكوندريا والثقوب من الغشاء الداخلي للميتوكوندريا عن طريق الثقوب ودخل لل cytosol راح يتحكم ويقوم بإنشاء biochemical events أحداث كيميائية resulting اللي هي السبب أو مثل ما نقول إحنا تحفز الأبوبتوتيك ديث أو في ذا سير
اللي تحفز الموت بالخلية. وبس بهذا السلايد انه عرفنا انه اكو فائدة بموت الخلايا للأعضاء أثناء التطور، واكو بروتين سو برو ابوبتوتيك بروتين لازم نعرفه، وعرفنا انه الآلية مال سايتوكروم سي يطلع من الغشاء الداخلي للميتوكوندريا ويسافر للسايتوسول، وبس من يدخل السايتوسول يبلش بمراحل من التفاعلات الكيميائية اللي تسبب او تحفز عملية الابوبتوتيك death in the cell، يعني عملية موت الخلية. وبس هذا كانت نهاية السلايد، هم أتمنى فهمتوا وما عندكم بي أي مشكلة، إذا كانت أي مشكلة راسلوني. يعني هو واضح ومبين، أهم شيء هسه شنو أنت تفهمه وتعرف هذين النقاط اللي مأشرهم بالأصفر، هذين مهمات يعني مثل benefit for the organism والبروتينات هذنية والعملية افهمها، مو تحفظها تجيب ورقة وقلم وتحفظها عملية، لا افهمها، خاف يجيبون ام سي كيو تعرف انه او فراغات تعرف انه هاي العملية اكو هيك شي واكو هيك شي وبس.